أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لنا أولا مع هذه الآية الكريمة وقفة مهمة. بل وقفتان. الوقفة الأولى أنه ما معنى الجدال بالتي هي أحسن، حيث يأمرنا الله عز وجل بلسان الأمر لنبيه صلى الله عليه وآله: وجادلهم بالتي هي أحسن. ما المراد هنا من الجدال بالتي هي أحسن؟ جاء في الحديث الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كما رواه شيخنا الكليني في الكافي الشريف وشيخنا علي بن إبراهيم القمي في تفسيره الشريف، أن الإمام الصادق عليه السلام قال: يعني بالقرآن، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال عليه السلام: يعني بالقرآن، أي جادلهم بالقرآن. هنا يمكن لنا أن نتوسع في فهم كلام إمامنا صلوات الله عليه، فنقول: لا يقتصر الجدال هاهنا على الجدال بلفظ القرآن، أي بالآيات الكريمات، وإنما يمكن كذلك أن نتوسع فنقول إن الجدال بالتي هي أحسن يكون أيضا بمعاني القرآن وبمعارف القرآن وبما ينتهي إليه القرآن وبأسلوب القرآن أيضا، أي لا يقتصر الأمر على أن نجادل بالآيات فقط، أجادل الخصم سواء كان كافرا أو مخالفا، أجادله فقط بأن أذكر له آية، لا، وإنما معنى قوله عليه السلام أنه جادلوهم بالقرآن، أي جادلوهم كما باللفظ بالمعنى بالأسلوب كذلك، فاستخدموا الأسلوب القرآني في مجادلة الناس. إذا استخدمتم الأسلوب القرآني في مجادلة الخصوم ومكالمتهم، فإنكم هاهنا تكونون قد امتثلتم لهذا الأمر، وهو الجدال بالتي هي أحسن. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: بعد أن عرفنا معنى الجدال بالتي هي أحسن، دعونا ننطلق لنعرف معنى الجدال بالتي هي ليست بأحسن، عكس الجدال بالتي هي أحسن. ما المراد بالجدال بالتي هي ليست بأحسن؟ هذا الأمر أيضا فسره
إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية شريفة طويلة رواها إمامنا العسكري صلوات الله عليه في تفسيره الشريف، ورواها أيضا العالم الخبير الطبرسي صاحب الاحتجاج. ونقتطع من هذه الرواية محل الشاهد. قيل للصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما الجدال بالتي هي أحسن وبالتي ليست بأحسن؟ قال عليه السلام: أما الجدال بغير التي هي أحسن فأن تجادل به مبطلا فيورد عليك باطلا فلا ترده بحجة قد نصبها الله ولكن تجحد قوله. دققوا معي في معنى كلام الإمام صلوات الله عليه. الجدال بغير التي هي أحسن، ما هو؟ قال: أن تجادل به مبطلا. والفرض دائما أنك تجادل المبطل لا أن تجادل المحق، لأنك أنت المحق، ما دمت على الإسلام والتشيع فأنت المحق، إنما تجادل من؟ المبطل الذي ليس هو على الإسلام والتشيع، ليس على الحق. طيب، هذا المبطل الآن أحيانا يورد عليك باطلا، يذكر باطلا من أباطيله، وأنت تحتاج إلى أن ترد ذلك الباطل. أمامك طريقان، التفتوا جيدا. الطريق الأول أن ترد هذا الباطل بحجة نصبها الله، الله أقام تلك الحجة. وأين تجد تلك الحجة؟ إما في كتاب الله القرآن الصامت، وإما في سنة العترة، سنة النبي والعترة صلوات الله عليهم، الذين هم القرآن الناطق. إذا اتبعت هذا السبيل وهو أن ترد ذلك الباطل بالحجة التي نصبها الله أقامها الله، فأنت محق ها هنا، وقد جادلت بالتي هي أحسن. أما إن دفعت ذلك الباطل بحجة لم يقمها الله، لم ينصبها الله عز وجل، فأنت ها هنا، وإن دفعت تلك الحجة الباطلة، وإن دفعت ذلك الباطل، إلا أنك قد وقعت في باطل آخر، فهنا تكون قد جادلت بالتي هي ليست بأحسن. التفتتم؟ أنت في جدال الآن ونقاش مع هذا المبطل، مع الخصم، يورد عليك باطلا، إذا رددت هذا الباطل بالأسلوب القرآني، بالمعارف القرآنية، أو بأسلوب المعصومين ومعارف المعصومين، فتكون هذه الحجة قد تلقيتها أنت من الله تبارك وتعالى، فأنت ها هنا قد جادلت بالتي هي أحسن. أما إن رددت ذلك الباطل وتظن أنك قد انتصرت لأنك رددت الباطل، لكن بحجة، أي بمقدمات، بمباني لم ترد في الكتاب والسنة، لم تأخذها من مشكات الوحي، فأنت ها هنا قد جادلت بالتي هي ليست بأحسن، وتكون قد أوقعت نفسك في باطل آخر، أو فتحت الباب أمام أن تكسر أو تغمز. وقد تكون لهذا الكلام الذي أنت قلته آثار سلبية في المستقبل. وهنا بين قوسين أذكر، هذا ما يفسر أننا نرى مثلا
الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يوبخون في بعض الأحيان بعضا من أعاظم المتكلمين الذين كانوا يجادلون ويذبون عنهم مع الفرق الأخرى، كانوا يوبخونهم أو يعاتبونهم بنحو ما، بأنه أنت مثلا فلان الفلاني، ليكن مثلا مؤمن الطاق أو ليكن هشام بن الحكم أو أيا يكن، أنه أنت قد خلطت حقا بباطل، أو أنك قد دفعت باطلا بباطل. مضمون الأحاديث، الإخوة الطلبة إذا رجعوا إلى الكتب الرجالية يلاحظون هذا الأمر جيدا، أنه كان الأئمة عليهم السلام أحيانا لا يعني يوبخ صاحبه الذي كان هذا الصاحب ينتصر على الفرق الأخرى في الجدال ويذب عنهم ويؤكد مثلا مبدأ الإمامة، يؤكد مبدأ البراءة، لكن مع ذلك حينما يرجع إلى الإمام عليه السلام، الإمام عليه السلام لا يعني بتعبيرنا الدارج أنه يعطيه أوكي على ما صنع، لا، وإنما كان يعاتبه أنه أنت خلطت حقا بباطل أو دفعت باطلا بباطل. أحاديث بهذا المعنى كثيرة عندنا في هذا الشأن. فهؤلاء بعضهم كانوا يخطئون بالفعل، كانوا يردون أباطيل الخصوم بغير حجة قد نصبها الله، فيكون جدالهم بالتي هي ليست بأحسن. كان المهم عندهم فقط أن يجحدوا قول الخصم، هذا أيضا خطأ، لأنه كما قلنا يفتح أبوابا أخرى ليست في صالح إقامة الحق. قال عليه السلام: أما الجدال بغير التي هي أحسن فأن تجادل به مبطلا فيورد عليك باطلا فلا ترده بحجة قد نصبها الله، ولكن تجحد قوله، مجرد تريد أن تجحد القول لكن بغير حجة قد نصبها الله، هذا أيضا خطأ. أو تتمة كلام الإمام عليه السلام لبيان ماهية ومعنى الجدال بغير التي هي أحسن، يقول: أو تجحد حقا يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله فتجحد ذلك الحق مخافة أن يكون عليك فيه حجة لأنك لا تدري كيف المخلص منه. خصمك عنده باطل ويريد أن يقيم هذا الباطل في الجدال معك، فماذا يصنع؟ يأتي بأمر هو حق يتحداك به، ويريد بأخذ أو انتزاع اعتراف منك بهذا الحق أن يعين باطله، فأنت لأنك لا تعرف كيف المفر من ذلك تجحد ذلك الحق، تقول: لا، لا أعترف لك، لا أقر لك بهذا الذي تقول. فهنا أيضا أنت تكون قد ارتكبت إثما أو لا أقل مخالفة للأمر الإلهي والمعصوم، فجادلت بالتي هي ليست بأحسن. قال عليه السلام: أو تجحد حقا يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله فتجحد ذلك الحق مخافة أن يكون عليك فيه حجة لأنك لا تدري كيف المخلص منه، فذلك حرام على شيعتنا، يقول الصادق عليه السلام. دعوني هنا أضرب لكم مثالا تطبيقيا معاصرا.
أنت في جدال الآن مع واحد من بقايا أنصار عائشة، فيريد أن يقوي باطله بذكر أمر هو حق أنت تلتزم به، أنت تعتقد به. يقول لك مثلا: أنتم الرافضة تطعنون في أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، على ما حد هو يعبر. وعادة تجد هؤلاء المعممين الذين هم يستشعرون النقص والانهزام في ذواتهم ولا يتعاملون مع الغير أو مع الآخر بروح الكبرياء، لا يمتلكون الثقة بالنفس، لا يتعاملون مع الطوائف الأخرى على أننا نحن الشيعة سادتهم لا أنهم هم سادتنا. عادة ما تجد هذا الرجل إذا ما جوبه بهذا، خصوصا إذا كان على شاشات وسائل الإعلام، تجده فورا يجحد ذلك. وأظن جميعا معظمكم ربما شاهدتم أمثلة من هذا القبيل في السنوات الأخيرة هذه مع انطلاقة هذا البث الفضائي للقنوات التي تبرعمت وتكثرت كثيرا. بالفعل يجابها، يقول له: أنتم تطعنون في أم المؤمنين عائشة، أنتم تكفرونها، أنتم تلعنونها، تسبونها. فتجد هذا هم المعمم فورا يجحد هذا الشيء. ليش؟ يقول هذا الرجل الخصم الذي يناظرني أو يجادلني على شاشة الفضائية يريد بهذا الأمر أن يقوي باطله. باطله ما هو؟ أنه يريد أن يكفر الشيعة، يريد أن يحرض على الشيعة، يريد أن يشوه سمعة الشيعة. وقضية عائشة قضية حساسة، الطوائف الأخرى تحترم عائشة وأصلا تكاد أن تعبد عائشة إن لم تكن قد عبدتها بالفعل. فلذلك لا يرى من نفسه أنه قادر على أن يقر بهذا الحق، أنه نعم نحن نلعن عائشة، نحن نبرأ إلى الله عز وجل من عائشة ونكره عائشة ونبغض عائشة ونعادي عائشة ونحارب عائشة، فيجحد ذلك الحق ظنا منه أنه بهذا يخدم، والحال أنه يهدم، ظنا منه بأن هذا الأسلوب منه هو جدال بالتي هي أحسن، والحال أنه عليكم السلام ورحمة الله، والحال أنه هذا جدال بالتي هي ليست بأحسن. دقق في كلام الإمام. أو تجحد حقا موقف الشيعة من عائشة أنهم يلعنونها ويبغضونها ويعادونها، حق أم باطل؟ هذا هذا حق. أعني أن قضية أن الشيعة يبغضون عائشة ويلعنونها يبرؤون منها، هل هذا مكذوب على الشيعة أم هو حق فيهم؟ نعم هو حق فيهم. زين، فإذا لماذا تجحده؟ أو تجحد حقا يريد ذلك المبطل خصمك أن يعين به باطله، فتجحد ذلك الحق مخافة أن يكون عليك فيه حجة ينتصر عليك ويحتج عليك، لأنك لا تدري كيف المخلص منه، ما تعرف كيف تفر من هذه الحجة أو من هذا الاتهام. أتظن أنك حين تجحد هذا الحق تكون قد أحسنت صنعا؟ كلا. الإمام عليه السلام يقول: فذلك حرام على شيعتنا. هذا حرام، خصوصا إذا كنت أنت متصد للبيان للتبليغ، لا يحق لك أن تجحد الحق وإن جاء به الخصم إعانة استعانة به على باطله، لأنه هو شنو يريد؟ يريد ينتزع منك
هذا الإقرار، أنه بس تقول له أمام الملايين في التلفزيون أنه نعم نحن نلعن عائشة، نحن نكفر عائشة، نحن نبغض عائشة، ففورا يصرخ أمام الناس يقول انظروا أيها الناس هؤلاء الرافضة يكفرون أم المؤمنين، يبغضون أم المؤمنين. فأنت لأنك تخاف من هذه النتيجة تقول لا فلأجحد هذا الحق. هذا أيضا خطأ، هذا ليس جدالا بالتي هي أحسن، هذا جدال بالتي هي أسوأ. هذا حرام على شيعتنا كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. طيب إذن كيف السبيل؟ السبيل أن تتعلم، السبيل أن تتعلم وتتفقه وتعرف كيف المخلص منه، تكون قوي، تكون شجاع. أولا تبحث جيدا وتتعلم جيدا، إذا كنت أنت لست بالمستوى المطلوب العلمي والمعرفي فلا تتصدى للمناظرات، لا تتقدم. إذا ما كانت عندك الثقة الكافية بالنفس والكفاءة المطلوبة للمناظرة وللجدال وللحجاج لا تتقدم. القضية واضحة، أما إذا تقدمت فتسلح جيدا بحيث تعرف كيف المخلص منه. يقول لك على سبيل المثال هسه، يقول لك أنتم تكفرون عائشة وتعادون عائشة وتلعنون عائشة، تقول له نعم ولي المخلص منه، ما تجحد الحق، لا تقر بهذا الحق، تعترف به، وفي نفس الوقت تقلب المسألة عليه، أنت تقيم حجتك عليه. كيف؟ هنالك عشرات الطرق، عشرات الحجج. تقول له مثلا أنتم عندكم في أحاديثكم في صحاحكم وفي كتبكم المعتبرة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل في مسنده الجزء الثاني الصفحة 442، الطبراني في المعجم الكبير الجزء الثالث الصفحة 67، ابن حبان في صحيحه، الحاكم في المستدرك، النسائي، يعني حديث مشهور عندهم، والألباني صححه هذا الحديث، قال إنه صحيح، لكن هذا الخبيث بعد كم سنة التفت إلى أن تصحيحه لهذا الحديث سيجعله هو وقومه يدفعون الثمن غاليا، فلذلك تراجع وضعفه في كتبه اللاحقة. ما هو هذا الحديث؟ الحديث مروي عن اثنين، عن أبي هريرة وزيد بن أرقم، وكلتا الروايتين بمضمون واحد، أنه نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى علي والحسن والحسين وفاطمة فقال أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. تجي تكفخ بهذا الحديث إذا قال لك أنه أنت الشيعة تبغضون عائشة وتكفرونها، تقول له هذا حديث عندكم كما هو عندنا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنا حرب لمن حاربكم، لمن؟ علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، وعائشتكم هذه حاربت عليا، وما دامت حاربت عليا فرسول الله حرب له، ونحن نقتدي برسول الله، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن نتأسى برسول الله ونحارب عائشة، والأمر واضح أن الذي يحارب رسول الله ويحاربه رسول الله لا يكون إلا كافرا، فعائشة كافر، والذي يحاربه رسول الله لا يكون إلا في النار، فعائشة في النار،
هذا شعار عصري مقدس، عائشة في النار. هذا الشعار ينبغي أن يكتب في كل مكان، أن يرفع في كل مكان، أن نجهر بالبراءة، يكتب على المحلات ويكتب على المدارس ويكتب على المساجد ويكتب على الحسينيات ويكتب في الشوارع وفي كل مكان، عائشة في النار. خلص يا علي حربك حربي، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول. والحديث أيضا مشهور عند الفريقين. فهنا أنت تأتي بدلا من أن تجحد الحق تلتزم بالحق، لا تكذب نفسك، لا تتنازل، وإنما كما يقال تقلب الطاولة على خصمك، تقول نعم نبغض عائشة ونكفر عائشة ونحارب عائشة لهذا الحديث الذي أنتم رويتموه. نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى علي والحسن والحسين وفاطمة فقال أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. ماذا يفعل خصمك هاهنا؟ ليس له سبيل إلا أن يأتي ببعض التمحلات فيقول لا عائشة ما خرجت لحرب علي وإنما خرجت للإصلاح وإنه ما أدري الإصلاح بين الفريقين، ومن هذه الأمور التي أيضا أنت لك الحجة فيها. فإذا تتعلم المخلص منه، تتعلم المخلص مما يجبهك أو يجابهك به الخاصم، فحين ذاك أنت تكون قد عملت بقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، لا أنه تجحد الحق مخافة أن ينتصر عليك خصمك لأنك لا تعرف المخلص منه كما يقول الصادق عليه السلام، وتظن أنك بذلك قد جادلت بالتي هي أحسن. كلا، الإمام عليه السلام يقول هذا من الجدال بالتي هي ليست بأحسن، وذلك حرام على شيعتنا. ومن هنا دعونا قليلا ننقد أنفسنا. الأمة التي لا تنقد نفسها لا تتقدم، هذا أمر واضح. المجتمعات الغربية من حيث المجموع لماذا تقدمت؟ لأنها أمم تنقد نفسها، عندها عملية نقد للذات، مو فقط للواقع المعاصر ينقدون أنفسهم، حتى تاريخهم ماضيهم ينقدونه يشرحونه بدقة. مشكلتنا نحن في أمة التشيع أننا لا ننقد أنفسنا. عندنا حالة، سلام عليكم ورحمة الله، عندنا حالة مع الأسف قفز على الأخطاء، تعامي عن الأخطاء. أنا هنا أريد أن أسأل، ما الذي أصابنا؟ يعني لماذا كل هذا الانهزام؟ لماذا كل هذا النقص؟ لماذا كل هذا الجبن والخوف؟ ما الذي حصل في رجال التشيع؟ لماذا الآن نحن نبدو صوتا نشازا وسط المعممين بعوالمهم الأربعة؟ ما هي المشكلة؟ ما الذي حصل في واقعنا المعاصر بحيث جعل الذين الآن يتصدرون المناظرات مع الخصوم هكذا هم ضعاف النفوس، لا يمتلكون الثقة في نفوسهم فيتنازلون فورا، يقدم تنازلات، يقدم تنازلات، ويأتيه خصمه بدلا من أن هو يستطيل عليه يجعل ذلك الخصم هو الذي يستطيل. ما الذي حصل؟ الذي حصل أيها الأخوة هو عدم التفقه في فقه الجدال بالتي هي أحسن. هذا أصلا مبحث أنا أرى أنه تخصص له محاضرات خاصة حوزوية، بحيث يكون أحد العلوم أو الفنون الرديفة للعلوم التي تدرس الآن في الحوزات، لأنه إذا لم تعد أنت جيلا من طلبة العلم من العلماء
يعرفون كيف يناظرون الآخر وكيف يجادلون الآخر، فأنت هنا تفتح الباب أمام انهزام حضاري خطير، وهذا الحاصل الآن. وتنقلب الآية، يعني بدلا من أن يكون هذا الصوت الذي هو المفترض أن يكون الصوت الشائع هو الصوت المنتشر، يبدو هذا الصوت أنه هو الصوت الذي هو نشاز، والباقي الأصوات الأخرى الخانعة والاستسلامية هي الأصوات التي تمثل مدرسة أهل البيت عليهم السلام، طامة كبرى. أقول إن من المهم جدا أن تدرس هذه الأمور في الحوزات، أن يتعلمها طلبة العلم، والأمر سهل، يحتاج فقط إلى إرجاع الطلبة إلى تراثنا العظيم، إلى تعاليم أئمتنا، إلى سيرتهم، كيف كانوا يواجهون الخصوم، كيف كانوا يجادلونهم، كذلك كيف كان أصحابهم الأبرار يجادلون الخصوم، كذلك كيف كان علماؤنا الأخيار يجادلون الخصوم. نتعلم منهم ونعرف، لأن هؤلاء هم الذين كانوا يطبقون قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هؤلاء هم الذين كانوا يطبقون هذا الأمر ويعرفون كيف يطبقونه جيدا. نتعلم ونتملك هذه الملكة، ومن ثم نمضي. وأنا فعلت شيئا من هذا القبيل، يعني عرضت شيئا من تلك السيرة ومن تلك الاحتجاجات والمناظرات والجدالات أو المجادلات في سلسلة تحرير الإنسان الشيعي، كتوطئة لأن يخصص لذلك أو تخصص لذلك حصة وافرة من مناهج التعليم في الحوزات العلمية. الأمر مهم. عرضت كثيرا من المناظرات والاحتجاجات التي تبين كيف كان أئمتنا وأصحابهم والعلماء والأخيار يجادلون الخصوم. هنا أنا أعرض لكم أيضا نموذجا لأحد أعاظم المجادلين عمالقة التشيع، ممن لا يختلف على جلالته وعظمته اثنان، ألا وهو الشيخ أبو عبد الله المفيد رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل الذي يكفي في جلالته وعظمته أن إمامنا صاحب العصر صلوات الله عليه لما أرسل له رسائله كتب في بداية الرسالة له: سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين. شخص يخاطبه الإمام الحجة بمثل هذا الخطاب لا يكون رجلا عاديا، والحق أنه لم يكن عاديا. هذا الشيخ المفيد، هذا كان أعجوبة زمانه. سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين. ومن الذي لقبه بالمفيد أصلا؟ هو الحج صلوات الله عليه. أعرض لكم نموذجا لمناظرات هذا الرجل، وكيف كان يجادل خصوم التشيع. كيف؟ هل كان يتنازل؟ هل كان يجامل؟ هل كان يجحد حقا وإن كان أمرا حساسا يريد الخصم أن يلزمه به حتى يحرجه مثلا، أو يوجه مطعنا إلى التشيع؟ ما كان يتنازل. قارن أنت الآن هذا النموذج الذي أنقله لك مع هؤلاء اللي الآن موجودين هنا وهناك ويتناظرون مع الآخرين ويجادلونهم. شوف منهم على منهج المفيد كان، الذي هو بلا شك كان منهجا مرضيا
عند الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، وإلا لما حصل على مثل هذا الثناء من إمام الزمان صلوات الله عليه. هنالك مناظرة جرت بينه وبين أحد علماء أهل الخلاف يدعى أبو عمرو الشوطي، وهذه المناظرة نقلها شيخنا العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار. قال أبو عمرو الشوطي للشيخ المفيد: أليس قد أجمعت الأمة على أن أبا بكر وعمر كان ظاهرهما الإسلام؟ كان ظاهرهما الإسلام؟ هو ماذا يريد أن يقول الآن للشيخ المفيد؟ أنه مو أجمعت الأمة أنه أبو بكر وعمر كان ظاهرهما ماذا؟ الإسلام، كان على الإسلام ظاهرا. فيريد من الشيخ المفيد أن يقول نعم، حتى بعدين يلزمه بقاعدة أنه نحن نحكم على الناس على ظاهرهم، هذه القاعدة، فإذا لماذا تكفرونهما؟ بس شوفوا الشيخ المفيد كيف كان حاذقا وذكيا، وعرف كيف يقلب الأمر عليه، وأساسا يستدل على كفرهما، لهذا تعجب في نهاية المناظرة. شوفوا شلون قال: أليس قد أجمعت الأمة على أن أبا بكر وعمر كان ظاهرهما الإسلام؟ فقال له الشيخ: نعم، قد أجمعوا على أنهما قد كانا على ظاهر الإسلام زمانا، زمان محدد. فأما أن يكونوا مجمعين، أي الأمة، على أنهما كانا في سائر أحوالهما على ظاهر الإسلام، في سائر الأحوال يعني طوال حياتهما على ظاهر الإسلام، فليس في هذا إجماع. للاتفاق على أنهما كانا على الشرك، هذا أولا، أنهما كانا سابقا على ماذا؟ على الشرك لا على التوحيد. زين. ولوجود طائفة كثيرة العدد، يقصد الشيعة. شوف شلون هنا يتحدث حقيقة بلسان الكبرياء لما يتكلم يعبر عن الشيعة، ولا يعبأ بالخصم أنه يحاول أن يعني يسيء إليه بأنه أنتم تكفرون أبا بكر وعمر. خير يا طير، نكفر أبا بكر وعمر ثم ما. قال: ولوجود طائفة كثيرة العدد، يقصد الشيعة، تقول هذه الطائفة إنهما كانا بعد إظهارهما الإسلام على ظاهر كفر بجحد النص، وإنه كان يظهر منهما النفاق في حال في حياة النبي صلى الله عليه وآله. يقول هنالك أيضا طائفة كثيرة، وين الإجماع اللي أنت تدعي؟ طائفة كثيرة من المسلمين وهم الشيعة الرافضة، هؤلاء يقولون كان أبو بكر وعمر على ظاهر كفر بجحد النص، وهو تنصيب علي صلوات الله عليه خليفة شرعيا بعد النبي صلى الله عليه وآله، جحدوا هذا النص فكفروا به، والكافر بهذا النص كافر خلص. ولأنهما كان يظهر منهما النفاق في حياة النبي صلى الله عليه وآله، كانا منافقين في حياة النبي، أي يبطنان الكفر ويظهران ماذا؟ الإسلام. فقال الشوطي، ذلك العالم المخالف، يقول: قد بطل ما أردت أن أورده على هذا السؤال بما أوردت، بما قلت أنت أيها المفيد، وكنت أظن أنك تطلق القول على ما سألتك. كنت أظن أنه أنت بالفعل تقر بأن أبا بكر وعمر كانا على ظاهر الإسلام، وتتحاشى ذلك حتى يعني جادلهم بالتي هي أحسن، حتى يعني الوحدة الإسلامية مثلا. قال: قد بطل ما أردت أن أورده على هذا السؤال بما أوردت، وكنت أظن أنك تطلق القول على ما سألتك. فقال له الشيخ، شيخ المفيد: قد سمعت ما عندي، وقد علمت ما الذي أردت. أنا علمت أنه أنت شنو كنت تريد من هذا السؤال، فلم أمكنك منه، ما مكنتك،
تقدر أنت على عمالقة التشيع؟ ما تقدر. تقدر على الزعاطيط اللي الآن ما أكثرهم، زعاطيط يلبسون عمائم، شلون حلو. قال: فلم أمكنك منه، ولكني أنا أضطرك إلى الوقوع فيما ظننت أنك توقع خصمك فيه. أنا أضطرك أنه أنا أوقعك، أنا أوقعك، أنا أسقطك، مو العكس. أليس الأمة مجمعة على أنه من اعترف بالشك في دين الله عز وجل والريب في نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله فقد اعترف بالكفر وأقر به على نفسه؟ سألك سؤال. هذا الذي يقر أنه شك في دين الله وشك في نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أقر بالكفر على نفسه أم لا؟ قال: بلى. فقال له الشيخ: فإن الأمة مجمعة. أنت كلامك كان على الإجماع، هنا هم الأمة مجمعة، دقق جيدا. فإن الأمة مجمعة لا خلاف بينها على أن عمر بن الخطاب قال: ما شككت منذ يوم أسلمت إلا يوم قاضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ألهم أهل مكة، صلح الحديبية. ونقلنا تفصيل ذلك كله في محاضراتنا السابقة، ومنها سلسلة كيف زيف الإسلام بالتفصيل. أن عمر بن الخطاب قال: ما شككت منذ يوم أسلمت، يعني ما شككت في دين الله وفي نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله إلا، وهذا حديث مشهور معروف عند أهل الخلاف، معروف، إلا يوم قاضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أهل مكة، فإني جئت إليه فقلت له: يا رسول الله، ألست بنبيين؟ فقال: بلى. فقلت: ألسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى. فقلت له: فعلام تعطي هذه الدنية من نفسك؟ فقال: إنها ليست بدنية ولكنها خير لك. فقلت له: أليس قد وعدتنا أن ندخل مكة؟ قال: بلى. قلت: فما بالنا لا ندخلها؟ ليش نرجع في صلح الحديبية وما ندخل مكة؟ قال: أوعدتك أن تدخلها العام، أنه هذا السنة؟ ما وعدتك هاي السنة، قلت ستدخلون مكة، ستدخلون في الفتح، تدخلون عمرة القضاء، هم دخلتم، تدخلون فيما بعد. قال: أوعدتك أن تدخلها العام؟ قلت: لا. قال: فسندخلها إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ المفيد: فاعترف بشكه في دين الله ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما شككت منذ أسلمت إلا أول يوم هذا أشك به، هذا إقرار منه. والشاك في نبوة خاتم الأنبياء وفي دين الله يكون كافرا، الأمر واضح. والشيخ المفيد لم يتوقف عند هذا، تقول الرواية: وذكر مواضع شكوكه وبين جهاتها. كمل أنه شنو ظهر من عمر من مواضع شكوكه في دين الله وفي النبوة. قال الشيخ المفيد: وإذا كان الأمر على ما وصفناه، هذه الرواية أنتم تلتزمون بها بعد معروفة، وإذا كان الأمر على ما وصفناه فقد حصل الإجماع على كفره بعد إظهار الإيمان واعترافه بموجب ذلك على نفسه. خلص. ثم ادعى خصومنا من الناصبة، ما قال من إخواننا أهل السنة، قال: ثم ادعى خصومنا من الناصبة أنه تيقن بعد الشك ورجع إلى الإيمان بعد الكفر. لأنه المخالف ماذا يقول لك لما تجبهه بهذه الحقيقة؟ أن عمر يقول: شككت. يقول: إيه، كان الأمر جدا خطير وصعب وارتباك واهتز وشك، بعد ذلك تستيقن، بعد صار خوش آدمي واستيقن وآمن بدين الله. هذا ادعاءكم أنتم الناصبة، ولكن لا نقبله. لماذا؟ يقول: ثم ادعى خصومنا من الناصبة أنه تيقن بعد الشك ورجع إلى الإيمان بعد الكفر، فأطرحنا قولهم
لعدم البرهان منهم عليه واعتمدنا على الإجماع فيما ذكرناه. عندنا إجماع على أنه شك، وعندنا قول ليس عليه برهان أنه بعد هذا الشك والزيغ والكفر قد آمن من جديد. هو إحنا ما نتشبث بهذا، نأخذ بالإجماع، هذا أسلم. فإذا على هذا أصبح عمر بن الخطاب كافرا، الأمر واضح. بطبيعة الحال هذا المخالف هم من صعق وانصدم، فقال: ما كنت أظن أحدا يدعي الإجماع على كفر عمر بن الخطاب حتى الآن، ما كنت أتوقع. بس ممن؟ من الشيخ المفيد زعيم الشيعة في زمانه. قال: ما كنت أظن أحدا يدعي الإجماع على كفر عمر بن الخطاب حتى الآن. الشيخ المفيد هم ما قال لا يا أخي أنا ما أقصد هالشكل، وإحنا ما نكفر أحد، ومهما يكن يعني هذا صاحب رسول الله، وإحنا بعد يلا يعني له ما له وعليه ما عليه، وإحنا المهم نصير متآلفين ومتحابين، وليس حيث ذهبت. ما قال له الشكل، ما لف دار. لما قال له ذلك البكري أنه ما كنت أحدا يدعي الإجماع على كفر عمر بن الخطاب حتى الآن، الشيخ أقر، الشيخ المفيد، وقال له: فالآن قد علمت ذلك وتحققته، يلا روح ولي. أسا عرفت أنه عمر بن الخطاب إجماعك عليه أنه كافر، شو تريد تسوي؟ شوفوا هذه النفسية اللي كان يتحلى بها الشيخ المفيد وعاظم الشيعة ورجالات الشيعة، مو أشباه الرجال، رجال الشيعة، نفسية الواثق من نفسه، القوي الشجاع في الدين، لا يتنازل لا يجامل، بكل صراحة أمام ذلك البكري يقول: نعم عمر بن الخطاب كافر، وأقيم لك الدليل على الإجماع على أنه كافر. هكذا لا يتراجع ولا يحاول الفرار، مع العلم بأنه الزمان الذي كان يعيش فيه المفيد ما كان بأمم متحدة ولا Human Rights Watch ولا Amnesty International ولا هذه المنظمات، بحيث إذا الشيخ المفيد راح وقصوا راسه أحد يدافع عنه. لا، كان زمان مصايب تقع على الشيعة، مصائب. وين كان يعيش المفيد؟ في بغداد، عاصمة بني العباس. وفي زمان، اقرأوا تاريخ المفيد، ماذا صنعوا بنفس المفيد، ماذا صنعوا بالشيعة في ذلك الزمان. اللي بكرية بغداد آنذاك ما كانوا يتحملون عبارة علي محمد وعلي خير البشر، كانوا يقتلون الشيعة إذا وضعوا على مساجدهم هذه العبارة. اقرأوا التاريخ، قتلوا من الشيعة الكثير لأن الشيعة وضعوا على مساجدهم عبارة محمد وعلي خير البشر صلوات الله عليهما. قالوا: ها يعني شلون؟ يعني إذن أبو بكر مو من بعد النبي، علي أفضل منه خير البشر، تستحقون القتل. يعني شوف حتى هذا ما تحملوا، يتحملون بالله عليك أنه إجماع تقول على أن عمر بن الخطاب كافر. الشيخ المفيد كان يضع روحه على كفه، كان يرى أنه هذه وظيفته كعالم وكمرجع أعلى للشيعة، أنه لا يتنازل أمام الخصوم، ما يتنازل. هسه يريد يروح يبلغ عنه الأمن ويقتلون الشيخ المفيد، خير إن شاء الله نلتحق بركب الشهداء اللي من 1400 سنة رجالات التشيع شهداء، أصلا القاعدة أنهم شهداء، الاستثناء أنه واحد يموت حتف أنفه في تلك الأزمنة، مو هذا الزمان الأخير، الآن زمان دلع، الآن لا الحمد لله علماء الشيعة قاعدين ماكلين شاربين عايشين أحسن عيشة، لا زين يعني يربون كروش جيد الحمد لله، ولا أكو عليهم شيء ولا كذا، وهم مع هذا يعمل بالتقية، طيح الله حظكم. إذا كان أمثال الشيخ المفيد وهؤلاء في ذلك الزمان ما عملوا بالتقية، لأنهم في موقف
إذا عمل به في التقية إما يضيع الدين أو تنكسر هيبة التشيع. ما كان يقبل، ما يذل نفسه، ما يذل الشيعة. شنو تريد تقول جابهني به؟ عمر الخطاب كافر، كافر ملعون، عائشة كافرة ملعونة، عائشة هم كافرة ملعونة، أبو بكر، معاوية، عثمان، اللي أكو اللي ماكو، شنو تريد جابهني به؟ نعم أهلا وسهلا، أنا أعترف، ولكن أرد الصاع صاعي. هكذا نموذج الآن موجود عندنا؟ ما موجود مع الأسف الشديد. دعونا، قلت لننقد أنفسنا. الشيخ المفيد على جلالة قدره ما كان يعرف الجدال بالتي هي أحسن؟ كان يعرف الجدال بالتي هي أحسن، كان يعرف. فإذا هذا الذي صدر منه هذا الأسلوب مع ذلك المخالف، هذا جدال بالتي هي أحسن أم جدال بالتي هي أخشن، بالتي هي أسوأ؟ لا شك ولا ريب أنه جدال بالتي هي أحسن، ولكن ماذا نصنع مع الجهل الذين لا يفقهون معنى الجدال بالتي هي أحسن؟ يتصور الجدال بالتي هي أحسن الآن لما هؤلاء المساكين يعترضون علينا أنه الجدال بالتي هي أحسن يعني إيه؟ أنه إحنا نتنازل ونجامل يعني نلف وندور، ويوجه له سؤال 20 مرة يقول لهم ألستم تكفرون أبا بكر وعمر وعائشة؟ يقول لا لا إحنا من لا لا إحنا ما نكفر أحد، إحنا نحترم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله مثلا، نحترم زوجات النبي، إحنا نحترم أمهات المؤمنين. فهذا يتصور أنه هذا جدال بالتي هي أحسن، لا، هذا جدال بالتي هي ليست بأحسن، هذا جدال بالتي هي أسوأ. لما تجادل بالتي هي أحسن يعني تجادل بالأسلوب القرآني. القرآن استخدم حتى بالجدال مع الخصوم حتى الألفاظ التحقيرية الشديدة مثل لفظة الكلب والحمار أجلكم، وأئمة أهل البيت استخدموها أيضا، ولكن مع من؟ مو مع المخدوع والضعيف والذي هو يمكن أن يهتدي، لا، مع هذا الذي رأوا أنه يعني لا سبيل لمجابهته ولا ترتجى هدايته إلا أنه مثلا يوصم بمثل هذا الوصم. كمثال أنا أعرض عليكم في ختام المحاضرة رواية صحيحة عندنا حتى لا يأتي أحد ويشكك يقول رواية غير صحيحة وكذا. هنالك رجل، هذا الرجل كان من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، ولكنه كانت تظهر عليه أمارات الانحراف، وبالفعل هو انحرف من بعده وصار زعيما من زعماء فرقة الواقفة التي ادعت أن الإمام الكاظم لم يمت وأن الإمام الرضا ليس بإمام. هذا الرجل اسمه علي بن أبي حمزة البطائني، معروف. هذا الرجل شوف الإمام الكاظم كيف تعامل معه، بماذا وصفه هو وأصحابه، هو وجماعته. ارجع إلى رجال الكشي، وإلى كتاب الغيبة لشيخ الطائفة الطوسي، وإلى أصل علي بن أسباط وغيرها من كتب في هذا الشأن، تجد هذه الرواية المعتبرة عن أبي داود قال، كل رجال هذه الرواية للعلم ثقات، عن أبي داود قال: كنت أنا وعيينة بياع القصب. هذا عيينة اسمه عيينة بن ميمون البجلي أو عتيبة بن ميمون البجلي، أيضا هذا هو من الثقات. يقول: كنت أنا وعيينة بياع القصب عند علي بن أبي حمزة أي البطائني هذا، فسمعته يقول: قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام: يا علي، هذا علي بن أبي حمزة، يا علي إنما أنت وأصحابك أشباه الحمير، أشباه الحمير. هسه واحد يقول أخ 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 أخ، طلع حتى الإمام الكاظم عليه السلام ما يعمل بالتي هي أحسن؟ هؤلاء الذين يعترضون علينا يقولون أنتم تستخدمون ألفاظ حادة في تحقير رموز الضلال، رموز الانحراف، لا يظنون أن، مع الأسف لا، ما يفتهمون أنه هذا بالفعل من سيرة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. منو كان علي بن أبي حمزة؟
علي بن أبي حمزة البطائني كان رجلا شيعيا لكنه كان على وشك أن يؤسس فرقة منحرفة عن التشيع باسم التشيع، فرقة الواقفة، مثل ما الآن في زماننا عندنا أفراد أيضا متلبسين بلباس التشيع ويؤسسون فرقة باسم التشيع هي فرقة البترية. هؤلاء لازم تقول إيه محمد حسين فضل الله كمثال مثلا، أنت وأصحابك أشباه الحمير، يلا كمثال. لا يأتي أحد يعترض ويقول أنه هذا مو جدال بالتي هي أحسن، هذا مو صحيح، لا تكونوا سبابين بالحسنى بالموعظة الحسنة. لا، افهم أول، افهم أنه الإمام الكاظم هكذا صنع، مع أنه للعلم هذا علي بن أبي حمزة البطائني هنالك قول عند بعض الرجاليين أنه بعد يعني في أواخر حياته تاب، عاد من جديد إلى الاعتقاد الإمامي السليم، تاب عن بدعة الوقف. لكن بعد الإمام الكاظم شاف أنه ماكو طريق لكي يحذر من هذا الرجل ويوقف إلا بهذا الأمر حتى يحذره الناس، فيوصم بوصم تحقيري وليكن سبا، ماكو مشكلة، مثل ما الله عز وجل قال إذا تقول هذا ليس جدالا بالتي هي أحسن، ارجع إلى رواية الإمام الصادق تفهم أن الإمام قال يعني بماذا الجدال بالتي هي أحسن، يعني بالقرآن، أسلوب القرآن، أسلوب القرآن فيه حمار فيه كلب، موجود في التعامل مع الخصوم. قال إنما أنت وأصحابك أشباه الحمير. قال فقال لي عيينة، قال لمن؟ لأبي داود، سمعته قال؟ سمعت علي بن أبي حمزة هكذا يشهد على نفسه أن الإمام الكاظم قال عنه أنه هو وأصحابه أشباه الحمير؟ قلت نعم. قال فقال لا والله لا أنقل قدمي إليه أبدا بعد هذا. فإذا صارت النتيجة أنه هذا الرجل الذي هو عيينة بعد خلص احترس من جانب علي بن أبي حمزة البطائني فلا ينخدع به. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام وصفه هو وأصحابه بأشباه الحمير، فخلص، فصارت قضية ماذا؟ تحصين، تحذير. هذا هو المطلوب، وهذه هي الحكمة في إطلاق مثل هذه الألفاظ التحقيرية بالنسبة إلى رموز الفرق الضالة والمنحرفة. قال الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الذي يكون ظالما فماذا لك ألا تجادله بالتي هي أحسن، وإنما استخدم حتى مثل هذه الأساليب إذا كان ذلك ينطوي عليه مصلحة في تحصين الناس من الاغترار بأمثال هذه الرموز. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. الحمد لله.